يبقى السؤال اللي بيطرح نفسه الشيخ عزت في هذا الاطار قبل ما طبعا ادي الكلمه لسيادتك. اسمح لي اساله. طب سيادتك اتفضل. تحب حضرتك عالجت كام حاله قبل ما بس عايز اعرف اقول لك اللقب ايه عشان من الادب ان احنا يعني ننزل الناس منازلهم. فيعني اقول لك حضرتك خريج ايه الاول بس عشان اسم الشيخ عزت ابراهيم. اصل لفظ الشيخ ده له متطلبات. حضرتك خريج ايه عشان بس اقدر اقول لك شيخ؟ انا جاهل دكتور جاهل جاهل ومش مثقف زي ما حضرتك قلت. انت قلت لي انا مثقف يعني بتتكلم بتقول انا راجل مثقف وراجل انت كل ده على راسي. انا بقى راجل مش مثقف واعرف اعمل اللي ما عملوش 100 يعني مثقف لعلمك بس عشان تبقى فاهم وتعرف انا مين. ازاي يعني ازاي زي الناس حكمه زي. ربنا كده بقى ربنا اذن بكده اراد لي كده اعمل اللي ما عملوش 100 مثقف. تخصص كل حد بيتدرب انا تخصصي بس اسمعني بس انا تخصصي عين وحسد ونفس. ايوه منين يعني منين؟ بص يا دكتور منين بس يعني بس اسمح لي اسال عني الاول قبل ما تقعد قدامي. ما ينفعش انك تبتلوني الشرف انك تقعد قدام عالم روحاني زي وفي الاخر تقول لي ازاي. انا بسالك انت اهو بسالك انت يعني اقول لك ازاي اقول لك يا ايه يا راجل قول لي يا شيخ عزت اسم الشيخ عزت شيخ دي يعني شيخ يعني مؤهلات. قول لي يا سياده يا فضيله الشيخ كمان مش يا شيخ. ما هي ليها مؤهلات اعرف بس انت عندك المؤهلات ولا لا. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه النبوه اهل قريش قالوا ايه؟ ازاي تنزل على النبي على محمد ده واحنا ساده قريش وقال لها النبي. انا مش يبقى نبي يا امي سيدي. يبقى امي عشان ما حدش يقول انه قال لي. لا من فضلك لو سمحت انت نبي. لا انا مش نبي انا مش خريج ازهر وعشان كده انتوا مش هتعترفوا ان انا شيخ رغم ان العالم كله اعترف بيا. خريج ايه؟ خليك اعرف بس. طب خلينا عشان ناخد نقطه. اقدر اقول لك بس يا استاذ ولا اصل الشيخ قول لي يا فضيله الشيخ ما ينفعش بالفم المليان. ما ينفعش شيخ دي ليها متطلبات. خلاص قول اللي انت عايزه مش هتفرق معايا مش هتغير في حياتي حاجه. طب خلينا انت دلوقتي عالجت ناس كتير عالجتهم بصفتك ايه؟ بصفتك ايه؟ ما هو العلاج ده مسؤوليه. بصفتي ايه؟ العلاج ده مسؤوليه. انت عندكم ما تقربش المريض ما تقربش المريض. ايه الفرق بين الشيطان والجن؟ ما تقربش للمريض. ايه الفرق بين الجن والمارد؟ لا 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 يعني بص ما تقربش المريض. على فكره بالمناسبه ما تقربش المريض. عارف بالمناسبة. عارف انت عارف دلوقتي انا دلوقتي في البرنامج ده يا دكتور عمرو يعني بارسل بلاغ للنائب العام بانه هذا الرجل يعالج مرضى وهو لا يملك اي ترخيص ولا اي مؤهلات للعلاج. بلاغ للنائب العام ماشي. على الهواء مباشره بلغ. لانه الـ المريض ده مسؤوليه. المريض مسؤوليه أي مريض لا يقترب مريض منه لا يقترب منه الا طبيب ملخص له بالعمل ومشي في الدراسه بتاعته ويعرف هيعمل ايه. ما 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 شخصش بعود بخور. اشخص باشعه اشخص بجهاز التراسونيك اعمل الحاجات دي كلها. أنا وبعدين مش دكتور عشان انا الطبيب انا كطبيب وانا استاذ في الطب النفسي مسؤول قدام الجامعه اللي انا بنتمي اليها مسؤول قدام وزاره الصحه اللي بعمل تحت مظلتها مسؤول قدام النقابه بتاعتي. طيب يا استاذ عزت انت مسؤول قدام مين؟ مين اعطاك الترخيص قدام ربنا للعلاج؟ مفيش عندكم في الازهر دوش ترخيص. لا هو السؤال بس عشان معلش مين اعطاك ترخيص؟ انا شايف عشان نحدد هو مين يقول اللي بتعمله ده صح ولا ماذا يعالج يا شيخ دكتور محمد؟ يعني احنا عايزين نسال السؤال الشيخ عزت بتعالج مين او بتعالج ايه عشان نحدد عشان الدكتور يعرف يتكلم مع سيادتك. الامراض النفسيه انا ماليش علاقه بيها. انا تخصص يعني حضرتك ما بتكتبش ادويه. لا انت طبعا ادويه ايه؟ ادويه ايه هو دكتور؟ مش اطلب اكتب ادويه. انا راجل روحاني.